الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: باب في الإمامة وحكم الإمام والمأمون. كما تعلمون بأن الإمامة هي فيها معنيان اثنان، فما الإمامة العظمى وفما الصلاة. الإمامة العظمى هي إمامة السلطان الحاكم، فتطلق كلمة أو صفة الإمام على الحاكم، حاكم المسلمين يسمى إماما، خليفة المسلمين، الرئيس، السلطان. فثمة الإمامة السياسية هي الإمامة العظمى، وثمة إمامة الصلاة. بعد أن انفصلت الدعوة عن الدولة شئتم، وبعد وقوع يعني ما بعد قرون معقول من الانحطاط وفساد الحكام، أصبحت الخطة السياسية منفصلة عن الخطة الدينية، فأصبح الإمام يهتم بالسلطان، يهتم بالحكم، وإمامة الصلاة أصبحت وظيفة مستقلة عن هذا. أما في السابق كان الإمام الحاكم، الإمام الأعظم، هو الذي يصلي بالناس، فهو يؤمهم في شؤون السياسة، في شؤون الدنيا، وكذلك في شؤون الدين. الذي يهمنا نحن الآن هو الإمامة في الصلاة، اللي أصبحت وظيفة مستقلة عن الشأن السياسي. هذه الإمامة في الصلاة قال فيها الشيخ ابن أبي زيد رحمه الله: ويؤم الناس أفضلهم وأفقههم، ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة، لا رجالا ولا نساء. يتحدث عن دور الإمام وعن حكم الإمام ومن هو أحق بالإمامة. نذكر إشارة على هذا الكلام. قال: ويؤم الناس أفضلهم وأفقههم. نقول: ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم وسنن أبي داود، ما ثبت في صحيح مسلم وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. الهمزة على الواو. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. أي فإن كانوا في القراءة سواء، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سلما، فأقدمهم سلما، أي إسلاما يعني، فأقدمهم سلما. ولا يؤم الرجل، ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد على تكريمته، ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. إيه
الحديث واضح اذا في المفاضلة بين الأئمة. هذه المفاضلة ويقول على تكريمته إلا بإذنه. لا يأمر الرجل الرجل بالسلطان ولا يقول. على تكريمته إلا بإذنه. أتمنى الحديث انتهى. قلت هذا يبين هذا الحديث يعني المقياس في التفاضل بين الأئمة. يقدم لإمامة الناس أقربهم يعني أحفظهم لكتاب الله. الذي يتقن التلاوة والذي يحفظ أكثر هذا هو القاعدة النبوية. قال فإن كانوا في القراءة سواء إذا استويا الكل يحفظ القرآن. ثم مقياس آخر فأعلمهم بالسنة يعني أفقههم. أستطيع أن أقول بها من الدراية بالسنة هي دراية بالفقه تعالى أحكام كيفية تنزيل نصوص القرآن على الواقع. فالسنة جاءت بالتبيين التطبيق العملي أحكام القرآن. قال فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. نحن عايش مقياس بيته هذا من المهاجرين مثل الأنصار. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدامهم سلما. ما معنى سلما؟ يعني إسلاما. ما هو الدليل على ذلك؟ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي ادخلوا في الإسلام كافة من سورة البقرة معروفة. ادخلوا في السلم أو في السلم كافة يعني في الإسلام. السلم هنا الإسلام. أقدمهم يعني شكون الكتاب قبل اللي يعتنق الإسلام قبل. ثم قال ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه. إنسان في مقام في مؤسسة نتاعو ملكه يصلي بالناس ماليش أنت تؤم تستأذن منه كان شنو يقدمك. ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه ما يقعدش في مكانه وفي منصبه كذلك حتى يستأذن من صاحب الملك هذا. هذا المقياس النبوي الذي كان عليه الناس يعني احنا شيخ المقياسين الاخيرة. نعم معناش الهجرة ومقتضية الاسلام وكذا. بعد ذلك صارت مقاييس اخرى اصبح يقدمون الافقه. نقول لكن في المذهب المالكي يقدم الأفقه على الأقرأ. يقدم الأفقه على الأقرأ. ففي رواية ابن القاسم كقول ابن القاسم يعني مدونة. ففي رواية ابن القاسم عن مالك عن ابن مالك بين الفرين أو القوسين تكتبون إن أفقههم إن أفقههم أحق من أقرائهم وأسلمهم. إن أفقههم أحق من أقرائهم وأسلمهم. وعلل ذلك وعمل ذلك لأن ما يحتاجه الإمام في الصلاة وعلل ذلك بأن ما يحتاجه الإمام في الصلاة من القراءة محدود من القراءة محدود يعني يحفظ جزء عامة يستطيع يصلي بالناس ويجي يقرأ حتى المشترك كان في مزار الشمبينية جزء جزء حزبين ولينا من القراءة المحدود بخلاف حاجته إلى الفقه والعلم. بخلاف حاجته إلى الفقه والعلم. بخلاف حاجته إلى الفقه والعلم لإصلاح صلاته ومعرفة أحكامها. وتأول الحديث الماضي الذي شفناه وتأول الحديث المتقدم لأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه
فيه إشارة أنا ذكرتها في حاشية كتاب الملايات في بحر الضلالات لما تحدث عن شروط الإمامة، أتيت بفقرة من كتاب شرح السنة للإمام البغوي فيها بيان تفصيل لهذا الإشكال، لماذا بعض المتأخرين من العلماء صاروا يقدمون الأفقه عن الأقرأ. قالوا لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظون القرآن كبارا، كانوا يحفظون القرآن كبارا، يعني الصحابة كانوا كبار في السن، فكل حافظ فقيه وطبيعته. ثم جاء من بعدهم صار تحفيظ القرآن للصغار، فتجد الطفل يحفظ القرآن كامل ما هو 10 سنوات، يختم القرآن ما هو 10 سنوات. فعند الصحابة كل قارئ فقيه، ومن بعدهم لا نجد كل قارئ فقيه، بل الفقه قليل جدا. فأصبح العلماء يشترطون الفقه لأنه الحفاظ كثر عددهم، واضح؟ فما عادش متساهل في الأمر من قد ما أي واحد يحفظ، قد يكون حافظا لكتاب الله وهو جاهل بالسنة وليس له من الفقه إلا القليل، فصاروا يشترطون على الأفقه لأن الحفظ صار متوفر والحمد لله. قال ابن مسعود، شوف سيدنا عبد الله بن مسعود صحابي يعني، قال أثر جميل نسمعون، قال إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، يحكي العهد النبي صلى الله عليه وسلم، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون فيه الخطبة، ويبدأون أعمالهم قبل أهوالهم. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدأون فيه أعمالهم قبل أهوالهم. كلام جميل، وكلام حديث نبوي يعني ممكن حكمه مرفوع لأنه يتنبأ بالمستقبل، وكأنه خرج من مشيئة النبوة، وهذا ما نراه الآن. غلبت فيه الأهواء وكثر فيه الحفاظ، ولكن قل الفقه وقل الورع وقل الصلاح، تتغيرت الأحوال، فحسب الله نعم الوكيل. نذكر شروط الإمامة، أو أهم شروط من شروط الإمامة. الذكورة، نقطتان إن شئتم، الذكورة الذكورة والتكليف. والعدالة، والعلم بما لا تصح الصلاة إلا به، والعلم بما لا تصح الصلاة إلا به، والعلم بما لا تصح الصلاة إلا به، والقدرة على الأركان، والقدرة على الأركان. الشروط كما تعلمون هي كثيرة، ولكن هذه أهم الشروط. قال من شروطها الذكورة بالكلام، لا تؤم المرأة الرجال، لكن في إمامتها للنساء خلاف. سنذكر رواية قول في المذهب المالكي عن ابن أم أيمن بجواز إمامة المرأة للنساء، يعني لمن هن من جنسها، وتقف في وسطهم لا تتقدمهم وتصلي بهم لا بأس. وسنشير إلى قضية الإمامة مرات ممكن بعض الفضاءات الجامعية
ولا عن المسجد في إمامة قارة صلي خمس وأذن وكذا، هذا يبعد على خلف كلام تقع على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنه توافق مرة يصلي وجماعة في النساء في البيت لا بأس، أنت أم المرأة لا بأس. إذن قال من شروط الذكورة ثم التكليف، التكليف ولا كذا التكليف التكليف يعني شروط التكليف. ما هي شروط التكليف؟ رأينا هي البلوغ والعقل، خاصة صلاة الفرائض، فلا يصلي بها صبي دون البلوغ، لكن يجوز تجوز إمامتهم في صلاة النافلة كما طالبين كذا قدم حفاظ القرآن لبس. والعقل هل يعقل أن القدم واحد معتوه أو متخلف ذهنيا أو مريض أو مجنون؟ هذا لا يصح، لا تصح إمامتهم. التكليف. قال العدالة، العدالة هي السيرة والسلوك، ما يكونش إنسان معيب الله يعني مجرم فاسق، وإن كان يجوز إمامة الفاسق عند الضرورة. أنت تعلمون في تاريخ الإسلام قد فسق بعض الأئمة، أكيد سمعتوا بحجاج بن موسى، هذا كان يؤم الناس وكان يخطب الجمعة وكان يصلي وراء بعض الصحابة كما عبد الله بن عمر، هذا ضرب الكعبة طيح قريب الشطرة بالمجانيق، قتل وعمل وعاث فساد من أولياء الظلم والعياذ بالله طغاة الأرض، ومع ذلك كانوا يصلون وراءه. فتجوز إمامة الفسق إذا كان لا يوجد غيره هو خشية الفقه. واضح؟ مسألة العدالة هذه فيها كلام. ثم قالوا العلم بما لا تصح الصلاة إلا به، داخل فيها كذلك حفظ القرآن. ونحن ذكرنا مرة فيما هو مصطلح الأمي في الفقه، يعني الذي لا يحفظ ما تصح به صلاته، هذا هو الأمي. مش الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، الأمي في الفقه هو من لا يحفظ ما تصح به صلاته، يعني لا يأخذ الفاتحة ولا شيء من القرآن، هذا يسمى أمي. فالذي لا يحفظ ما تصح به الصلاة من القرآن يسمى أميا. فلازم يكون عنده حفظ القرآن أولا، ثم يكون عنده دراية كذلك في أحكام الفقه، يعرف كيف الشيء يصلح صلاته على الأقل، هذا هو يعرف الأركان والفرائض والسنن، يعرف الأفكار والأحكام، ماذا يقول في كل موطن من مواطن الصلاة. نعم. إذا كان من شروط الإيمان الذكورة تكون المرأة في البيت مع صبي لم يبلغ الحلم وفي معنى عنده من القرآن، الأولى معناها يصلي بها جماعة يعني في الفرح نحكي، وألا يصلي كل واحدة؟ إذا كان يتقن التلاوة يصلي بأمه. لكن هو دون البلوغ، احنا عارف المدى الماكي لا يصلي هذا الصبي بأمه إلا نوافل. فالأولى أنها تصلي فرائض الحلال، وفي النافلة تقدم يصلي بها قيام الليل لا بأس. ما فيهمش حرج. أما حتى اللي كبير واللي راجل وقت يصلي بها الفرض. المهم كانش تكون هي أمية لا تحفظ شيء من القرآن أو ما تحسنش التلاوة تماما. وقت أمهم في البيت حتى تتحسن شوية تقول تعرف تقرأ على الأقل. ولا كلام، أنتم شفتوا سيدنا معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يعود إلى أهله إلى قبيلته فيصلي بهم العشاء، هو الأصل مثل عودة الفريضة. فأذن له النبي صلى في ذلك لأنه ليس ثمة في قومه من يحفظ كتاب الله عز وجل، ما عندهمش كل يقرأ القرآن، هو الوحيد. فيصلي العشاء المأموم ويزيد يعاود يصلي إيمانا خلاف القاعدة. فهذا لأنه تم حاجة ثم ضرورة لمثل هذه الوضعيات. قال القدرة على الأركان. ما معنى القدرة على الأركان؟ شنو هي الأركان؟ هي أساس من الركوع والسجود، القيام والجلوس وكذا. إذا يجيبون واحد عاجز أو واحد عنده مبتلى جالس على كرسي متحرك عنده إعاقة كما يقال، فكيف يؤم الناس؟ فالأصل أنه ما يصليش به، يفتش على من هو أصح قادر على إتمام الفرائض. واضح؟ فلا يؤم إنسان عاجز أو عنده نقص في جسده ولا يستطيع إتمام الأركان، لا يؤم من هو قادر على إتمام الأركان.
وشروط اخرى قضيه الاتفاق في مع المقتدي به يعني اشتراط النيه وكذا يتوافقوا في النيه المساله الخلافيه مساله فيها نظر. هذه اهم الاركان والشروط التي تتوفر في الايمان. الاتفاق في النيه كما قلنا هذا يشترطه كذلك عام في المذهب المالكي. يعني يقول اتفاق النيه بين الامام والمأموم. ولكن المسألة دي فيها نظر. قلنا تجوز الصلاة الصورية على الله. طبعا مثلا يشترطوا انه ما يصليش مأموم ما يصليش الفرض وراء متنفل. لو سيدنا معاذ كما قلنا نحن، سيدنا معاذ كان يصلي بالقول نتاعه نافلة. لأنه كمل الفرض نتاعه وبرئ ذمته بإتمام الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يصلي بقومه صلاة العشاء في شكل نافلة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر على هذا. إحنا عندنا في المذهب المالكي لا يجوز اقتداء مفترض بمتنفل. يعني إنسان مش يصلي فرض لا يجوز يحط إمام يصلي به. وكل إمام صلى سابقا يعني عرض الصلاة لأن الصلاة هذه تكون نافلة. ولكن فعل سيدنا معاذ في عهد النبي في أقرب من الصوم هذا الحجة على بطلان هذا القول. كذلك يكون إيطال باتفاق النية. يعني كما أن الإمام ناوي الظهر والعصر أنت كذلك تنوي كيف. لكن قلنا هذا الشرط ما هو مطلوب. نحن مطالبون بماذا؟ بأن نوافق الإمام في الأركان والأعمال الظاهرة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فوجدنا الحديث بالتفصيل. فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده قل ربنا ولك الحمد. يعني تقف الأركان الظاهرة عموما، لكن ما بحثش الحديث النيات. ما قالش إذا كان النوى كذا أنتم كذا، واضح؟ فلأنه مبالغ في هذا الأمر. مثال أنا ما صليتش الظهر، ودخلت المسجد وقمت الصلاة، أنا في ورطة. كان دخلت البيت مقام العصر، وأنا ما صليتش الظهر. كان مش ندخل معها نصلي العصر. ونام العصر. يترتب عليه بعد ذلك نعاود الظهر ونزيد نعاود العصر، لأن الصلوات يلزمهم يصلوا بالترتيب، والواحد تلو الأخر. إذا كان أخرت في آخر الجامع وصليت وحدي، عملت فتنة، وعملت فرقة، وأنا آثم، ولا يجوز شرعا. إذا كان خرجت ما صليتش روحت الدار، مصيبة زادت. فأحسن طريقة أني نعمل الصلاة الصورية، أني نوقف صوريا معها كي نمثل انا زعما تصلي في العصر وانا في بيتي انا نامي ظهري. فهم يصلوا العصر مع الامام وانا نام ظهري. ونحافظ على النسيج والنسق على الجماعه ثم بعد ذلك نؤخر في اخر المسجد نصلي اربع ركعات عصر. فاتيت بموافقه الجماعه والاقتداء مع الامام ووافقت كذلك الترتيب بتاع الصلوات. وهذه احسن طريقه للخروج من هذا المأزق. وقد أشار إلى ذلك الدسوقي في حاشيته على شرح الخليل، فهذا ثم من قال به حتى النماذجي، وهي ما تسمى بالصلاة الصورية. إذا فاشتراط اتفاق النية بين الإمام والمأموم هذا شرط أنه مطلوب وليس ثمة دليل قوي عليه. واضح؟ عندنا كذلك الآن مشكل آخر، قضية اشتراط يعني العدالة، أن نقول ما عنده شي فسوق في العقيدة. يجي واحد يقول أنا لقيت إمام والعياذ بالله شيعي يصلي وراه، لا إذا كان ولات أمور نتاع التشيع وكذا هذا أمر آخر. لأن يعني الشيعة والعياذ بالله عندهم مسألة في العقيدة. هؤلاء يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون الصحابة ويكفرون الأئمة، فمصيبة طعم. فالإنسان لا يقتدي بهؤلاء ولا يصلي وراءهم. هم يكفروننا، يعتبرونهم مشركين ولا يصلون وراءنا. قالوا ان الشيخ القرضاوي بارك الله فيه وغفر الله يعني متسامح وطيب استدعوهم مره في طهاره وصلى بهم في الجامعه الكبيره. ولكن بعد ما رجع كلم واحد كويتي بالهاتف قال له يا شيخ انا بعد ما خرجت انت من الجامعه عاودوا استدعوهم. استدعوه طيب رسمي وهذا من كبار مشايخ اهل السنه يعني معروف هذا. لما وصلوا يدعو الى تقارب المذاهب وكذا، ولكن الان الحمد لله مؤتمر الخير اللي وقع في مصر وقت كذا فطالبوه المشايخ قالوا له زيد عاود اعلن توبتك يا شيخ واعلن تبرك منهم. قال نعم انا اتوب الله عز وجل واتبرع من الشيعه وكنت يعني ساعي الى توحيد الصف الاسلامي وساعي الى توحيد الامه ولم اشعث. قال لكن ظهروا المجرمين
طلعوا والعياذ بالله يقتلون أهل السنة في العراق وفي سوريا على الانتماء. اللي اسمه عمر وعثمان وبكر عنده هكا شبهة سنية على طول بالرصاص في راسه يقتلوا شرقة. فالإبادة الجماعية بيذكروا فيها يعني كالخفاء، لا شيء يكفي أنك تكون سني، فأنت والعياذ بالله عدو مشرك قتلك قرب من القربات وطاعة من الطاعات. وهذه عجل لخروج المهدي المنتظرة بتاعهم هدايا المزعوم من تحت السرداب ويحاول يفوت لله. فحسب الله ما نقول هذا لا يصلى وراءهم. يعني الإنسان فاسق تلقاه مرات أو عنده شوية تصوف ولا كذا ويذكر في الحلقات ما بقلوش، خاطر بعض هؤلاء مقلدة ما عنده علم ما عنده دراية، ذكروهم اصبروا عليهم شوية شوية حتى يرى عليه تقول له هذا من جماعة كذا ولا من حزب كذا، كله مخيم وكله إن شاء الله من أهل القبلة من أهل السنة. أما إذا كان شيوعي ولا شيعي لا، والعياذ بالله جماعة الشيعة الأمة ما يصليش وراهم عموما إلا ما رايح مرة. شكون عنده استفسار تفضل؟ بالنسبة للعائلة ما نجموش نحرح مالك المصلي، ما نجموش نقول عليه يعني حاجات يعني باهية وحاجات خايبة، ما نجموش ما نقيسوش حق معناها من الدولة. لا طبعا ما نحكموش بإشاعاتك. قال تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي رواية فتثبتوا، فإذا تبين ما نعرفوش بيعرض الناس. ذلك هو الذي تدعى أقل حاجة لا تستطيع جماعة الجرح والتجريح. أقل حاجة لا ذاك مجرح ما صدق يعني فهو فما وليدات عام ما صرش في مساج الجنة مكفرين جماعة الأمة الكبار مقيمين جراج طبعا هنا في الحي يصلي جنون يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما حد أشكون ما حتى الزعماء الكبار بتاعهم ما ديناتهم نزلوا عليهم ما فلتهمش. قلت لهم رب يستر إذا كان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. فهذول الناس عندهم ظلوم وعندهم خروج على السكة، رب يتوب علينا عليهم إن شاء الله. نواصل على الصلاة أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم من الغفور الرحيم. والله تعالى محمد الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. إمامة الصبي نشير إليها. روى البخاري وأبو داود، روى البخاري وأبو داود عن عمرو بن سلمة عمرو بن الوارد تكتب قالوا سرق عمرو وداود أو عمرو ما تتنطقش وداود تتنطق وما تتكتبش. فقالوا من الوطائف العربية سرق عمرو وداود هو عشان سمعنا شيء عن عمرو بن سلمة ابن سلمة أنه كان يؤم هزع الواو يؤم قومه وهو صبي. كان يؤم قومه وهو صبي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهو صبي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال نقطتان ظفرين أو قوسين كما شئتم. وكنت أقرأهم لما كنت أحفظ. وكنت أقرأهم همزة ألف لما كنت أحفظ. فقدموني فكنت أؤمهم همزة عواب. فقدموني فكنت أؤمهم
إذا هذه إشارة على إهمالة الصبي، كما قلنا المشروع في المذهب المالكي أن الصبي لا يهم غير ذلك، يعني لا يهم الكبار. شيخ يعني في ضرورة يهم الصبي ولا جائز يعني في حال القول الراجح أنه إذا لم نجد من يحفظ القرآن فنقدم الصبي وصبي للناس. نعم. وقد قال فما قال عن بعض المالكي، وقد قال زروق الشيخ زروق عن شرح على رسالة ابن زيد القرويان، هذا زروق البرنسي المغربي الفاسي رحمه الله، قال الشيخ زروق عن إمامة الصبي في الفرض، عن إمامة الصبي في الفرض نقلا عن بعض شيوخه، نقلا عن بعض شيوخه، والظاهر صحة إمامته، والظاهر صحة إمامته مطلقة. تفضل. والظاهر صحة إمامته مطلقة لحديث عمر بن سلمة المشهور، هذا ذكرناه، لحديث عمر ابن سلمة المشهور، رأس السطر. أما إمامة المرأة للنساء فمشهور المذهب أنه لا يصح، أو أنها لا تصح الإمامة، فمشهور المذهب أنها لا تصح. وروى ابن أم أيمن، وروى ابن أم أيمن، هذا أظن متوفى سنة 330 هجري، وابن أم أيمن عن مالك، يعني هذه الرواية، وروى ابن أم أيمن عن مالك أن المرأة تؤم مثلها من النساء، أن المرأة تؤم مثلها من النساء، وقال الإمام الباجي ما عندوش علاقة في بيت الباجي، هذا الإمام الباجي من باجة الأندلس، ثم باجتان، باجة تونس معروفة هذيك في الشمال الغربي، ثم باجة الأندلس واحدة المنطقة اسمها باجة، هذا من باجة الأندلس أندلسي يعني إسبانيا الآن. وقال الإمام الباجي في المنطقة، أنا يشرح الموطأ اسمه المنطقة، مبينا دليل مالك في رواية ابن أم أيمن، في رواية ابن أم أيمن، وتعلق بين الفرعين شيخنا تعليق بتاع الباجي مبني للمجهول، وتعلق في الرواية الثانية، هذه هي رواية ابن أم أيمن، وتعلق في الرواية الثانية بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم ورقة ابن عبد الله ابن الحارث، كان يزور أم ورقة بنت عبد الله ابن الحارث في بيتها، وجعل لها مؤذنا،
وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها، وأمرها أن تؤم أهل دارها. وقد روى هذا الحديث أبو داود، قد روى هذا الحديث أبو داود وضعفه بعض العلماء، وصححه ابن خزيمة وحسنه الألباني، وحسنه الألباني. إذن المشهور في المذهب المالكي أن إمامة المرأة لا تصح، ولكن تم رواية عن ابن أم أيمن أن يجوز فيها الإمام مالك إمامة المرأة للنساء، فلا بأس نأخذ بهذه الرواية. كما قلنا الخلاف داخل ماذا الموجود، فنعيد الخلاف. فإذا اجتمع مجموعة من النسوة في البيت تلقاها مرات في بعض الأفراح والمناسبات، ويجي وقت الصلاة كل واحد يصلي وحدها، لا، الأحسن يجتمعنا على إمارتكم تحفظ ونصلي بها، لا بأس، هذا الأول. ولكن لا يصح أن تتخذ إمام راتبة للنساء كما قلنا في بعض الفضاءات الجامعية في بعض المناطق، مش في بلداننا بلاد أخرى، وعلى ويسأل من الصلاة الخمس وتجي المرأة وتصلي بهم ولا تراتب، يعني امرأة إمامة قارة في الجامعة، هذا لا يصح، لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أمر غير معتاد وغير مشروع، لأن المرأة ماهيش مطالبة صلاة الجامعة أصلا، فتصلي في بيتها. أما إذا تولى إذا واتت اجتماع طار فلا بأس أن يجتمعنا على إمامة المرأة. نشير بهذه الحيثية ونقول ولا يصح، ولا يصح أن يتوسع في إمامة المرأة للنساء، ولا يصح أن يتوسع في إمامة المرأة للنساء حتى تعقد جماعة مراتبة، حتى تعقد جماعة مراتبة في الصلاة الخمس كما هو واقع في بعض الفضاءات الجامعية، كما هو واقع في بعض الفضاءات الجامعية من بلاد الإسلام. لأن هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت مثلا مسجد خاص بالنساء، لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يجتمعنا أحياناً طارئة، أما أن يجتمعنا أحياناً طارئة فتأمهم امرأة فلا بأس من ذلك. هذه إشارة في الفقرة التي مرت، شكون عن الاستباحة ولا تفضل؟ بالنسبة لإمامة المرأة تأخذ نفس معناها شروط بالنسبة للرجل،
وتحديدا بالنسبه للجحر في التلاوه، وما اخوات معنا يتقن القران وعزم اصوات جميله، لكن كيفاش تكون القراءه؟ قد يكون شكون ترجم في صلوات الجنه؟ هو كما قلنا لا فرق بين الصلاة الرجل والمرأة، هما سنين كيف كيف. غير أن المرأة لا تجهر مثل الرجل، فأدنى درجات جهر الرجل هي أعلى درجات الجهر لدى المرأة. يعني المرأة تسمع نفسها ومن يليها، قد أشعرها صف اثنين تسمح، مش تبدا تشارك أو تعمل مصباح وأبواق يسمع جماعة الشارع وتقول لي فتنة تقول لي مشكلة. هذا اللي يثبت عندنا عند المسلمين. احنا قمنا في الجامع في مكان مقدس والناس كلها منغمره وغارقه في العباده، ومع ذلك انها الدين بتاعنا ان تفتح المراه على الامام اذا اخطا بالكلام، بل انها النبي صلى الله عليه وسلم مقارنه وتصفيقه للنساء، فالمراه تصفق حتى تصبح الامام ولا تتكلم. واضح؟ فوقعت بعض المخالفات ذاك مرة في الجامعة الجوامع على المساق القرآني، ويعطيه مصدر الأخوات في الاستقبال عن سنة، والأخت تبدأ تشعر الله وتجود وترتل والناس تبكي. هذا حرام، لا يجوز، ممنوع على المرأة تسمع صوتها بين رجال الأجانب ولو بتلاوة القرآن. احنا مش قلنا تغني ولا ترقص، ولو بالقرآن ما تسمعش. سبحان الله، أنا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه حماية من شعار الناس، فالرجل يترفع بصوت المرأة، خاصة هي مطالبة بالترتيل والتجويد، والتجويد فيه تحسين صوت، فيه ترنم، وفيه أوزان، وفيه كذا وكذا، فهذا المفيد. حتى للتعلم شيخ؟ نعم. حتى للتعلم يعني. يعني في برشا مدارس كما مدرستنا معناها ثم حالات تكون فيها من الأخوات تقرأ عند شيخ، فتضطر أنها ترتل يعني تجود أمامي. والله هذه مخالفة شرعية، قلنا الأصل فيها أنه لا يجوز الشرع ما تقرأ الله شيئا، خاصة القرآن. يعني مشكلة، الرجل سيفتتن بها، مش يكون واضحين، وهي ستفتتن به. مشكلة، هو مش يحسن صوته، مش يعطي مخارج الحروف، والناس مش يركزوا على مخارج الحروف، وهو يزم كذلك يراقب الطالب ومش يشوف أداء تحت. والله فيها فتنة. ما كان هذا هدي السلف الصالح. هذاك علاش كانوا يجتهدوا المداركين في جمعية النور بس اسمها هذه اللي فيه في شركة وردية عاملينها جماعة الجرار هذه جمعية ممتازة بالتفاعل فيها. فالشيخ حمادي بدر شحناك مع مجموعة من المشايخ حتى في مدرسة النخلة عملوا مجموعة من أخواتي حافظات كونوهم هكذا بطريقة مستعجلة إن شاء الله باش يوليو هم يقربوا يدرسوا أخواتي. القرآن فيه مشافهة وفيه مراقبة وفيه تركيز على مخارج الحروف، فهذه فتنة. شو نقول نحن؟ ضرورة، ضرورة مثلا الرجل لا ينظر إلى النساء ويخليهم يقرأوا ويسمعهم ويصلح لهم، ولا فيها فتنة. حتى روح على الرجل تكون عاقل كبير في السن كذا. يكون شيخ كبير. نعم، يكون كبير وكذا يعني. أقل فرق. خاطر مش سهل، سبحان الله. هو صوت المرأة عادي يعني يعمل فتنة على الرجل. خلي يزيد يترقب تولي في المحرجة. رب العالمين راهو صراحة ما يحبوش المغاضبين على الشخص والله، ديننا واضح، ما يحبش العقل أو ما يحبش التنفيذ. رب يقابل أمهات المؤمنين، يعني واحد لا يعقل أن يشتهي أمه، أمه هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال: فلا تخضعن بالقول ويطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، الأمراض نوعان، ثم مرض الشبهة ومرض الشهوة. أما مرض الشبهة فهو الذي ذكره رب العزة في سورة البقرة في شأن أهل النفاق، قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. والمرض الثاني بتاع الشهوة هو هذا: فلا تخضعن، فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا مرض شنو؟ مرض الشهوة. مرض الشهوة والعياذ بالله. فتصور إذا كان أم المؤمنين عائشة وحفصة وغيرها وكذا وكذا، واحد قال لها من رب العالمين: ما تكسروش في الكلام، ما تحسنوش أصواتكم أمام الأجنبي، ثم ظنك بإعامة النساء. فصراحة هذه فتنة كبيرة، لازم يتخذ فيها إجراءات يعني شديدة واحد، وربي يثبتنا أجمعين بس. شيخ سمحني سؤال. نعم. احنا حكينا عن القرآن أنه غير جائز مش من المرأة تحصن صوتها كثير في القرآن. هذا الحكم يشمل أي تخاطب بين المرأة والرجل معناها؟ في بقية العلوم مثلا. يعني لا مش حتى في بقية العلوم، حتى أي معناها
في مؤسسة في الشارع في معني أي إنسان يخالف المحارم الله كيفاش يكون معني التخطب إذا كان احنا قلنا المرأة تتكلم بانضباط شديد مع رجل فقط مش باش تعمل شيء فوق الطاقة حتى في بعض النساء السلف يخشموا صوتهم متعمدين كريم وسط راجل تحس يتبدل ثانا خاطر ثانا ناس اصواتها هي صوت المرأة صوت صوت رقيق وهش ربع نجعل هكا وان كانت لو تبدلت الطبيعة تسمع صوت المرأة كأنها باندية يعني كأنها رجل يعني والعياذ بالله والشراسة والغلوة عند الإناث ما عادش جنس لطيف ولا جنس يا لطيف نقول الناس ما نحاول نقول كلمة لكن نحن نقول ربي يخاف أن تقول لها ما استطعت تعمل جهد المرأة باش تكون منضبطة ما تتميعش لأنه تميع الصوت يعني أصبح صناعة أصبح حرفة أنت يا الناس الفساتة الذين ينتدبون وظيفة السكرتارية وكذا يختارون لها البنات الفاسقات ما يصبحوش اللي يتعمدوا كل اساليب الفتنه والافاره باش يجيبوا الزبائن فولات صناعه ولات خدمه يعني في الاساس ولات تقلها ثم خطاب فيها انضباط جدي والانسان لا ياثم في ذلك وهذا ضروره المراه تبيع وتشري وتمشي تقرا وتتعامل مع الناس بانضباط مش مشكله مثلا المرات حتى عن حسن نيه لو انا نعيب على الخوات المراه تمشي تشري من عند جزر عند خضر عند عطار تبقى تتكلم وتبتسم وتولي تضحك وتجيب حكايات الابتسامة والضحكة والانبساط في الكلام هذا فتنة كبيرة هذا وراه إثم عظيم الرجل حساس ويتأثر مثل هذه المواقف ومرات يسيء ظن المرأة وكذا مرأة اعتدوا عليها والعياذ بالله وتورطت في قضايا أخلاقية كبرى بسبب بلاهتها وبسبب سذاجتها وبسبب غفلتها لأنها انبسطت وتساهلت مع الأجهزة فعلينا أن نتقل في هذا الأمر فرق نحن نقول المرأة تؤجر وتثاب إذا استعملت هذا اللطف وهذا اليسر وهذا الانبساط مع زوجها تؤجر على ذلك لأنه مطلوب والرجل كذلك إذا انبسط مع زوجته وأحنى عليها وتلطف في الكلام يؤجر على ذلك أما مع الأجهزة لا ولذلك أنا وضع شديد في هذا الأمر مرات بعض الناس حتى في حسن الظن واحد زوجة تخون أنت عارفهم أنا ما أعرفش شكل أنسى هم يعرفون أنا واقف أمام الخضار في النهار وهي أنا واقف قالت السلام عليكم سمعت صوت نتاع المرأة قلت له عليكم السلام بدأت تسأل في شنو أحوالك شنو يخدمها سمعت المرأة قلت لها الحمد لله بعد عرفت ذكرت اللي هي مرأة تخون في البيت والله تتقلقت يعني تو تقول لي السلام عليكم شنو أحوالك قص كهو انتهى وين ماشي مرة أتذكر خرجت النتيجة في كلية زيتونية كنت أخرج مفضلية كلية قديمة عادة ما عم صعب مني تخرج وقتها عادة أنا مشيت قالوا لي يا رب نتيجة خرجت مشروع نشيك في شنطو أنا متعدي على قنطرة السكة اللي كتحنا جامعة مفضلية ما نشوف وعلى كل واحدة أخت قاعدة تسأل معي قلت لها عادة تسأل قالت لي أقرأ نجحت يا فلان وكذا قلت لها بركة الله فيك موضوع كذا فيك وبدأت تحب في موضوع آخر قالت لي مش تمشي أنت مش تتوجه شنو هو المرحلة الثالثة قلت لها لا علاقتها له التانية ولا علاقتها له قلت لها السلام عليكم وخليتها تحكي ومشيت لأنه شنو علاقتي بك طبعا طبعا خليت معايا وكذا وشنو تحكي الكلام الزايد هذايا عن الحاجة هذايا يولي يعمل فتنة ويعمل مشاكل وأنا فضل ده معروف درسنا في جامعة الزيتون وخرجنا شرفاء حتى أن الأخوات بعثونا رسالة شكر لأن بعض من كان معي منضبطا قالوا لنا رانا نحييكم ونقدروا فيكم انضباط وحسن الخلق ما لناش من هو اكثر منكم استقامه ولا نعرفش كيفاش مخفين عمليه التحكيم ولا متساهلين ولا متسايبين كيما بقيت الطالب فنسيت يكون منضبط يكون عنده انا ما نحبش واحد يخف مع بنتي ولا يحكي مع اختي ولا يحكي مع زوجتي فكان اغار على حريمي يجب ان احترم مشاعر الاخرين ما اسمحش لنفسي حتى تقف معايا مرات واحد مش تستني تطلعني ان نستعجل ونختصر في الكلام لا ضروره لا باس مفترسه مش يجيب الناس ولكن ما تسهلوش امراه متدينه تمشي معها تخضر السلام عليكم تمشي فلان عليكم السلام اعطيني كذا تسال على زوجك شنو احوالك تسال على ولدك على عمه على الحاج وشنو احوالك وش عملت في كذا تنور بي هذا رجل اجنبي لا يحل شرعا انك تتحلي معاه في الكلام وتسيب فيه رجل هو اللي يسيب لك الظن ولو نقول المراه طيبه من الغافلات من العفيفات ولكنها من
من الأبنهات بل هذا ما فيناش توسع الرجل الأجنبي يجب أن يكون معه حساسية خطوط حمراء. نهار مشيت نسأل الدكتور هنشام حكيت لك ممكن حكاية فضربت المقبوس قلت لهم الدكتورة موجودة قالوا لي لا مش موجودة فات مكان بالله ما تعرفوا عن كلمة فيه زدت ورمت قلت لها سمعني بربيون نقع وكل شيء قلت لي ما قلنا لك في الجامعة قصت عليه مكالمة بعنف شديد أختها أنا توترت وتقلقت قلت شوف الشدة وسوء الأدب ولكن بعد قلت استغفر الله قلت أنا هون مهبول أنا هون مخالط هذيا تربية مشايخ أبوهم أحمد شلبي من كبار علماء الحنفية في تونس أربع بنات وخدناهم بنات حرايا كبار في السن أربع عزايز ولكن الأدب والانضباط ما تحكيش معاك كل موقص بدون توسع قد من فضلك اتصل بالجامعة كان حاجتك بالدكتوراه لما أنا تذكر هذه هي معطاتي مصرف ولا عاد قصد فهكذا واحد تكبر في عينها المرأة الحرة وتكون في المستوى أنا نتوتر لما نجر مرأة واحد أخ في دار تهز عليها زوجته والله نتوتر هذا من قلة الحالة الزوجة والمرأة ما تهزش السماعة على الأجانب وتكلم تقول السلام عليكم عليكم السلام فلان وتقول إيه فلان شكون نقولوا له يا بنتي سيدين شكون نقولوا له وليد السكرتيرة طبعا وش هو كيجي وكذا يعني ما فيناش تربية هذا مش أدب المفروض أن ولدك حتى صغير أنا مرة أقول أنت تهز السماعة ولدي يمشي اللهم كانش مثلا محد في الدار بالضرورة وقت تتكلم شو كلام هذا وين الأدب من الخلق فالتسيب هو يجرى علينا الولايات والحياة بالله ربي ثبتنا إذا وصلنا إلى هذه الفقرة ويقرأ مع الإمام فيما يسرك يسر فيه إن شاء الله الفقرة جاية نأتي بها إن شاء الله أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم منه الغفور الرحيم الله أعلم وحده الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك